وصلنا معاكم مشاهدينا لفقرة الخير اليومية برعاية مؤسسة فذكر. احنا طبعا بنرحب مرة تانية بالشيخ أحمد المالكي، أهلا وسهلا بيك. الله يخليك يا رب، يحفظك ويكرمك ويسترك يا رب، واجعلنا دايما يا رب كده يعني دالين على الخير فاعلين له يا رب العالمين. آمين يا رب. يا رب. تعالوا كده مشاهدينا نشوف كده في أول فقرتنا أول تقرير خير في حلقتنا النهاردة ونرجع نعلق عليه. والله العظيم ما معايا، لو ربنا ميسرها معايا ما انا هعملها له، بس انا مفيش. طيب اعملها اللي جهله قد اللي راي. بالله عليكم قد اعمل لها عمليه ابني، بالله عليكم انا نفسي اشوف ابني، بالله عليكم انا مش طالب من ربنا غير ان هو يعمل عمليه الفتاة. بالله عليكم اللي سمعني وايات النبي اعمل لها عمليه ابني، وايات النبي اعمل لها عمليه ابني. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا جينا النهاردة علشان نشوف طلبات الكريم ونسمع من والد كريم، يعني بناء لما تواصل معنا في مؤسسة فذاكر، واحنا جينا عشان نسمع ونشوف الحالة بنفسنا وتكون ظاهرة قدام حضراتكم على أرض الواقع. أنا اسمي حسن حمد محمد مرسي من بني سويف مركز الفشل. ابني كان مولود في عيوب خلقية، عنده قلب مفتوح وعنده جفة أرنبية وعنده فتاة في السرة. يعني انت اكتشفت ده بعد الولادة ولا هو كان نازل مولود بيه؟ لا هو كان نازل مولود بيه، يعني هو كل حاجة فيه كانت نازل بيه كده بتاع ربنا. انت عملت ايه لما عرفت بعد كده وان الحاجة دي موجودة؟ الحاجة دي لما كانت موجودة رحت للدكتور، اول حاجة قال لي ممكن نعملهم لك وبتاع، بس شوف لي اعمل لي اشعاعات على قلبه الاول. عملت له اشعاعات مقطعية وبتاع، فطلع عنده القلب. عبال ما تواصلت مع في مستشفى بوريش الاول، عملت له القلب المفتوح هناك. بعد كده ربنا واحد ابن حلال دلنا على مؤسسة فذكر، شفا الأرنبية دي كانت تبع المؤسسة، وعملوا لي العملية الأولانية والحمد لله بنجاح. يعني لا نجحت الحمد لله، بسم الله ما شاء الله، يعني الحمد لله نجحت اهيت زي ما حضراتكم شايفين. وادي القلب المفتوح، دي عملية القلب المفتوح اهيت، وادي ده اللي ما فاضلش عنده الا الفتاة. يعني دلوقتي ده الفتاة اللي موجود عنده، موجود عنده. وانا بصراحه ربنا نفسي يعني حد يعملها لي، انا بقى يعني بقول لها للخير، بقول لها للخير، بس ده اللي طالبه من ربنا ومن حضراتكم ان هو يعمل فتاة، لاني تعبان بصراحه ربنا. وانا دليت يعني عمال الف وادور واروح واجي، مفيش حد عايز يعمل لي عمليه. بالله عليكم قد اعمل لي عمليه ابني، بالله عليكم انا نفسي اشوف ابني، بالله عليكم انا مش طالب من ربنا غير ان هو يعمل عمليه الفتاة. بالله عليكم اللي سامعني وايات النبي اعمل عمليه ابني. انا نفسي بس اشوفه، نفسي بس عامل العمليه دي، بس انا قلبي بتقطع عليه والله، بس مش مفيش حاجه بيدي. نفسي بس اشوفه كده عامل العمليه دي، او صورته كده وبطنه طبيعيه كده زي اي طفل. اقول لاي حد يساعدنا الله يبارك له يا رب في ماله وفي عياله، ويستر طريقه ودنيا واخره يا رب، ويجعله في ميزان حسناته. كل اللي يساعدنا بس في عمليه ابني دي يا رب. تكلفه العمليه حضراتكم هتتكلف من 80 ل 100 الف، وهتتعمل في مستشفى كبيره جدا ومحتاجه جراحه معينه بعنايه مركزه معينه عشان حاله الطفل، لانه عامل عمليه قلب مفتوح قبل كده. فالموضوع مفتوح مع حضراتكم، هي تجاره مع الله سبحانه وتعالى، يرجون تجاره لن تبور. تواصل مع مؤسسة فذكر، واحنا يعني هنساهم ان شاء الله، وهنعرض لحضراتكم ما قبل العملية وما بعد العملية عشان حضراتكم تكونوا مطلعين على ده ان شاء الله. واسأل الله تبارك وتعالى ان يبارك في كل من ساهم في اجراء هذه العملية. تعليقك يا شيخ احمد. خليني بس في الاول اقول اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، تمم اللهم ما به بداتنا ولا تسلبنا اللهم ما اعطيتنا، اللهم امين. لا حول ولا قوه الا بالله، كنز يا استاذه دعاء، بتفتح الابواب المغلقه. يجب على الانسان ويحرص دائما على ان يكثر من تردادها دائما وابدا، يعني وتكراره، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان شاء الله باذن الله
خلاص والله فاضل زي ما بيقولوا كده على الحلو تكة يعني، خلاص إن شاء الله بكرة بعده بإذن الله تعالى هنعلن عن مفاجأة إن شاء الله بإذن الله لحالة كريم بإذن الله تعالى. ومؤسسة تذكر هي خلاص بدأت تتخذ يعني إجراءات سريعة جدا عشان كريم يعالج، خاصة أنه عامل عملية قلب مفتوح والشفة اللي كانت موجودة، وكذلك الأمر العملية فهي عملية محتاجة إلى يعني عملية دقيقة ومستشفى كبيرة وما إلى ذلك. فإن شاء الله بإذن الله قريبا جدا بإذن الله تعالى. لكن أنا رسالتي للناس يا أستاذة دعاء اللي هو إحنا محتاجين نخفف الألام عن بعضنا البعض. والله يا أستاذة دعاء أحيانا الإنسان لما يبقى مهموم وبتاع فنقول له إيه؟ نقول له فضفض، اتكلم، قول، احكي. وزيك الإنسان المريض النفسي بيروح رايح لعند الطبيب يعمل إيه؟ بيقعد يتكلم ويفضفض، صح؟ الكلام ده إحنا محتاجينه، وده على فكرة رأفة ورحمة. وكان أئمتنا الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم بيعملوا الكلام ده يا أستاذة دعاء، يروحوا عند المريض يقولوا له اتكلم، احكي. مش بس كده، اللي كان يقدر يعمل حاجة كان ليه؟ لأن هو عارف إن ده هيقعد لي في الدنيا وفي الآخرة وهيكون في ميزان حسناتي، وأنا في النهاية أنا راكب قطر وكل دي محطات، فأنا محطة ورا التانية، في ناس بتنزل وفي ناس بتكمل، بس في النهاية في آخر محطة الناس لازم تنزل فيها، فأنا ما أعرفش محطتي إمتى، فأنا عاوز لما تيجي محطتي فأنا أكون قدمت لنفسي عملا صالحا. وكان الأئمة يعملوا الكلام ده. أنا كنت بحكي لك قبل كده إن كنا عندنا مستشفى هنا كبير جدا في القرن السابع الهجري، مستشفى الناصر قلاوون هنا في مصر، وكان يا أستاذة دعاء بيعمل لهم ده. كان يعني سبحان الله أول ما الإنسان يدخل، شوف الرحمة كانت عاملة إزاي، أول ما يدخل المستشفى بينزع عن المريض الثياب بتاعته ويحطها في خزانة خاصة به، ولو كان في أموال تتحط وما إلى ذلك، يبدأ يلبس ثياب خاصة بالمستشفى، يبدأ يعالج، يشوف المرض اللي عنده يبدأوا يعالجوه وإلى آخره. منهم من كانت تطول المدة داخل المستشفى. طب احنا عاوزين، هو دخل خلاص طالت المدة، فاحنا هنعمل ايه دلوقتي؟ احيانا الانسان يصاب بألم نفسي طبعا وعاوز اخرج وتعبت وبتاع وما الى ذلك، فكانوا بيعملوا يجيبوا فرق موسيقية تبدأ تعزف موسيقى عشان تخفف عن المريض. دي حاجة، حاجة علاج يعني، تخلي علاج نفسي. نعم، نوع من انواع العلاج النفسي ده دلوقتي موجود دلوقتي يعني، ده لسه بيقولوا دلوقتي احنا بقينا نعالج بده، لكن تخيلي ده كان موجود في المستشفى الناصر قلاوون، الكلام ده في منتصف القرن السابع الهجري. ثم بعد ذلك يبداوا يعالجوا بحاجه ثانيه، ان هو يجي احيانا الليل لما يطول والمريض قاعد لوحده فممكن يزهق، فيجيبوا مؤذن قبل اذان الفجر بساعتين، يبدا انسان كده صوته هو بيبقى صيت، بيقولوا عليه صيت يعني صوته حلو، يبدا يؤذن، فيبدا يعمل ايه اللي هو من باب الا بذكر الله تطمئن القلوب، فيبدأ يستريح ويبص كده ويبقى عاملين لهم مسجد والناس تروح وما إلى ذلك، فيحس بالونس، هو عاوز يحسسه بالونس ده. مش بس كده، إن هو كمان لما يخرج أجرى عليه جراية في بيته مدة من الزمن، عشان ما ينفعش أول ما يخرج يبدأ يشتغل. هو بيقوله ده أنت في مرحلة نقاهة، لازم تقعد شهر كده مستريح وبتاع، فيبدأ بيجري المسألة دي، لدرجة إن هم كان في وصل بتقدير إن كان تقريبا 200 حالة بيعالجوها وهم في بيوتهم، وبيجري عليهم الجرايات والأدوية والكلام ده، الفلوس يعني، الفلوس والأكل والشرب والكلام ده كله. دي واحدة. الحاجة التانية من الرحمة العظيمة جدا يا أستاذة دعاء، إن أي طبيب يقدر يساعد ما يساعد. وصل بيهم الأمر إن بدأ الطب أحيانا يبقى حرفة، فقال لك شوفي بقى الناس اللي هم عاوزين يصلوا إلى الله عز وجل، فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا. قال طب ما هو النبي قال علمي ينتفع به، طب أنا ممكن أقول والله أنا متكفل يا سيدي إلا نعمل العملية، يعني إيه تزد خلاص أنا ده متكفل. واحد يقول والله أنا متكفل لن أعمل العملية دي إلا هو بس يعني أشيل أجرة المستشفى، واحد يقول أجرة إيه ده أنا بس، واحد يقول أنا بشيلكم مفيش مشكلة اعمل ده. طب هو حد كان بيعمل كده قبل كده؟ طبعا، الإمام الكبير الإمام أبو بكر محمد الرازي رحمه الله، وده من أئمة، كان حجة في الطب في أوروبا لغاية القرن السابع يا أستاذة دعاء. الراجل ده عشان يخفف الألام كان حسن الرأفة، وكان رؤوف بالمرضى، وكان يجري عليهم برضو الجرايات والأكل والشراب ويدفع لهم فلوس ويعالجهم، لدرجة إن اللي مش قادر يروح يعالج ويدفع فلوس كان يعمل إيه؟ ألف كتابين اتنين، منهم كتاب صغير كده اسمه بيتكلم على البر وما إلى ذلك، إن إزاي إنسان يعالج نفسه، لا زي كتاب كده خاص بالإسعافات الأولية.
وكتاب تاني اسمه ما لا يحضره الطبيب. كتير بيقول لهم كانوا بيعالجوا نفسهم بالأكل اللي مش موجود اللي عند الملوك، فيقول لهم أنا ممكن أستفيد بالبصل اللي عندي، بالثوم اللي عندي، مش عارف إيه، ويبدأ يدلهم الوصفات عشان الإنسان يبدأ يعالج نفسه لو مش قادر يدفع ويروح. ده كله من باب الرحمة يا أستاذ. بالمناسبة الرازي ده في القرن الثالث الهجري قعد حجة يا أستاذة دعاء حوالي 5 قرون 6 قرون في أوروبا، هو المرجع الكبير وده كان أحد أئمتنا الكرام. نشوف كمان تقرير خير ونرجع لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة احنا جينا مكان هو شبه صغير شوية زي ما حضراتكم شايفينه، لكن قابلنا حد طيب عايز يعمل مكان ده مسجد، حرصه الشديد علشان يعني مكان يذكر فيه ربنا سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. تخيل كده لما واحد يركع ويسجد وانت كنت سبب ان هو اللي يسجد ويركع ويصلي في المكان، صدقة جارية، وانت ممكن تكون فارقت الحياة، او انت ممكن تكون سبت الحياة او فارقت الحياة، ولكن تركت صدقة جارية. ممكن ما تشوفش عم الحاج صاحب المكان او صاحب المبادرة الطيبة اللي هو عملها، لكن ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليك. خلينا نعرف تفاصيل اكتر عن ممكن احنا شايفينها هي اوضة صغيرة، لكن محتاجين نعرف اكتر وطلباته ايه اللي يقدر بيه اهل الخير، اللي يقدر يتبرع عليه يقولك انا هجيب اسمنت، اللي هجيب زلط، اللي انا احط عمود من اعمدة المساجد، اللي يقولك انا هجيب ميكروفون للمسجد، يعني اللي انا متكفل بكل حاجه، ده بيت ربنا سبحانه وتعالى. ازيك يا عم الحاج؟ الله يخليك. خلينا نتعرف عليك. عبد الله سليمان شندي اوراني، الحومه مركز الوسط محافظه بني سويف. فانا اتبرع بقطعه ارض عايز ابنيها مسجد. انت امنيت حياتك انك تبني جامع؟ ابني مسجد كويس حلو، خدت بالك، للناس اللي هي ما بتصليش حتى تيجي تصلي، لان انا عامل اوضه صغيره مصليه، لان ما فيش حد هيساعد معايا. طب انت لما بيجي حد مثلا، انت لما تيجي مثلا الظهر ياذن ولا العصر ولا اي فرض، هل بتلاقي مثلا ناس بتيجي معاك، ولا انت بتبقى لوحدك عشان ما فيش جامع يجيب الناس دي؟ ما فيش جامع عشان يجيب الناس دي، قليل اللي بيجي هنا عشان بيقول لك ده انا مصليه. يعني انت متبرع بقيراط او قيراط ونص، يعني ما يعادل مثلا 450 متر او 500 متر متبرع بهم يكونوا جامع، يكونوا مسجد. عم الحاج بيقول انا يعني هي مساحه ما تجيبش 30 متر، وعاملها يعني بذل مجهود فرشه وعمل مصليه، وكان يعني احنا زي ما شايفين دي كانت شجره فقطعها وسقفها عشان يبقى مسجد. زي احنا شايفين حضراتكم يمكن هي معموله مش متمحره، ده هي معموله بالطين. تخيل الطينه، طبعا اخواتنا الفلاحين واخواتنا في كل مكان عارفين يعني انك تمحر بالطينه. تخيل ده كانه بيبني مسجد كده، يعني بيفكرني باول النبي والصحابه لما راحوا بنوا جامع. انا بناشد اهل الخير، المكان موجود والارقام ظاهره قدام حضراتكم على الشاشه، اللي يقدر يتواصل يقول انا اول واحد هيحط اساس الجامع. قال الله سبحانه وتعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. قصص كتير عن الصحابه وعن حياه الصحابه وحياه الرسول، لكن اهم حاجه ان انا اطبق اللي انا سمعته. يعني اسال الله تبارك وتعالى ان يعيننا على اقامه الصلوات والمحافظه على الصلوات، وان يجعلنا دائما اهل المساجد. حاجة جميلة، إحساس الراجل وهو عايز يعمل مسجد، يعني نفسه يبني جامع. أنا بس خليني قبل ما أقولها، أولا يعني أحيانا كنا نشوف بعض الناس كده اللي هو يعمل إيه، عاوز يتهرب من الضرائب، عاوز يتهرب مش عارف من إيه، فيروح جايب بني بيت وعامل زاوية كده في بدروم كده ويقول لك ده مسجد. من زمان كان بيحصل الكلام ده، وكان واحد يتعجب، واحنا للدرجة دي بقى عندنا الهوان كده يا أستاذ دعاء، والمساجد بتبقى أي كلام يعمل أي حاجة كده، اللي هو في بدروم. يعني طب ليه يا أخي أنت بتبني بيت ما شاء الله عاوز تعمل، قول والله أنا الدورين دول كبار دول وهوضبهم وبتاع وأعملهم مسجد كبير وحاجة راقية ومحترمة وبتاع، وابني يا عم بعد كده، ما عندناش مشكلة، ما فيش مشكلة، لكن خلاص وبدروم وبتاع.
ففي ناس بتبقى هو مش بيعمل ده عشان اهو حاجه والسلام ويقول لك انا اسمع عملت واخده بال حضرتك. نشوف الراجل الطيب ده ايه مع الحال اللي هو فيه الاوضه دي وعامل قيراط ونص قيراط يعني 175 متر ده القيراط فعامل قيراط ونص ان هو الارض يعني مسجد كبير مسجد هيبقى محترم وبدل ما بيقول انا هبيع الارض واخد فلوسها واتنعم بها بقيه حياتي هو بينظر لحاجه تانية انا عاوز صدقه جاريه انا عاوز حاجه تانية اللي هو كلام النبي عليه الصلاه والسلام في حديث ابي هريره اللي قال اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا ده راجل بصص لاخره اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث منها ايه صدقه جاريه. طب الناس اللي بتسال يا مولانا وانا محتاج صدقه جاريه واعمل صدقه جاءه اجالكوا الصدقه الجاريه وادي المسجد يا جماعه. طب وانا لو عملت ايه اي صدقه جاريه طب وايه الثواب بتاعه كبير جدا اللي هو ايه بنى الله لك بيتا فين في الجنه. احنا هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا خليكم معنا مشاهدين. في الأيام المفترجة دي حبينا نقول له كل سنة وانت طيب وحبينا نقول هو نفسك في ايه تاني يا عم رشاد واللي ما يعرفش قصته هنعيدها مرة تانية. كل سنة وانت طيب في البداية. انت بالصحة والسلامة يا مؤسسي. خلينا كده احنا جايين النهاردة احنا كان في مرة كان في تصوير معك صح؟ نعم. النهاردة احنا جايين لك عشان نقول لك كل سنة وانت طيب. انت بالصحة والسلامة حبيبي. ونقول لك قبل ما نقول لك انت نفسك في ايه عايزين نقول للناس ايه اللي عمل في ايدك كده ولا ايه اللي غير حياتك. حضرتك أنا أنبوبة ضربت فيا أنا وأولادي وزوجتي وزوجتي توفت ساحت خالص وأنا حضرتك جسمي كله سايح ما بعرفش أشتغل ما بعرفش أعمل أي شيء وحضرتك أنا بقول لأهل الخير يساعدوني بالله عليك ويفكوا كربي دي أنا تعبان. عندي سؤال يا مرشد مين اللي بيأكلك؟ خالي مؤمن ابني خالي بيعمل لي الأكل ومؤمن ابني اللي بيأكلني هو اللي بيدخلني الحمام وبيحميني وكل حاجة مؤمن ابني ربنا يستر عليه يا رب. نفسي زعلني نفسي ابويا يجيب الكرسي هو بصراحه بيبعد نفس القعده ده بيعيط اول واحده كده بقول له انت بتعيط ليه بالله نفسي اشوف الشارع بقول له ان شاء الله يابا الكرسي هيجي لك من عند ربنا. مفيش كلام يتقال اكيد اللي قاله دخل قلبه وهي دي القصه بتاعته عشان كده جينا له تاني وهنجيله تالت وهنجيله عاشر طول ما هو محتاج اللي احنا نقف معاه ونطبطب عليه ده اللي هنعمله. كل سنه وانت طيب يا راجل يا طيب واشوفك على الف خير وان شاء الله المره الجايه واحنا داخلين لك بقى المره الجايه بالكرسي اللي انت نفسك فيه. ربنا يحفظك. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب. لا 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 شارك معانا واتصل بينا على الارقام التاليه 012 77 67 97 88 أو 010-555-99-8. إن شاء الله نقدر إن إحنا نساعده كده بكل تبرعات المشاهدين ليه يعني. طيب إن شاء إحنا الله إحنا قلنا جاي بقى يعني نفرح خلاص يعني إحنا قلنا كرسي 35 قلنا في معاش ان شاء الله باذن الله مؤسسه فذكر هتعمل معاش شهري لعم رشاد ربنا يبارك فيه يا رب. وانا الحاجه اللي انا كل مره اشوف التقرير بشوف حاجه جديده لو الناس بدات تشوف التقرير تاني تلاحظ على نظره عم رشاد لابنه نظره الانكسار دي نظره صعبه قوي يا استاذ في النهايه ده انسان محتاج يعيش ويتعايش مع الحياه واولاده يفرحوا ما يشيلوش الهم وهم صغيرين قوي كده يكفي ان الولاد هتضيع طفولته امهم ماتت دي واحده يكفي ان امهم ماتت الحاجه الثانيه يكفي ان شايفين باباهم بالطريقه دي فهم محتاجين على الاقل يبقى في متنفس ممكن نكون احنا المتنفس هو ده اللي انا بقول ممكن نكون احنا الساده المشاهدين المتنفس اسبوع ان شاء الله ونبشر انا ان شاء الله باذن الله واقول لهم خلاص زي ما بيقولوا على الحلو تكه الكرسي ان شاء الله في الطريق بفضل الله تعالى ونبدا نصور الحاله ومؤسسه تذكر معايا مرشاد بس الحاله لسه لم تكتمل
ان محتاجين نعمل له ايه، نعمل مشروع العم رشاد ان شاء الله باذن الله تعالى ان شاء الله. فبس يعني معاونه الناس مع مؤسسه فذكر ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. نشوف كمان تقرير ونرجع لكم. النهارده معانا حاله الحاجه صباح، حاله مأساة، حاله هتحكي عن نفسها كل حاجه هي عايشاها. انا والله عايز اعمل البيت ده وتعبان وابني تعبان وتعبان خلص دراعه واقعه ما بيقدرش يعمل حتى في المدارس تعبان شويه. يعني انت محتاجه ان الناس تسقف لك البيت ويمحره لك وتعيش حياه بسيطه عاديه عايش حيل عشان يبقى الحاجه حتى الواد يعرف يقعد في مكان حلو. ومحتاجه وصله ميه تكون نظيفه. انت الميه اللي عندك بتجيبها منين؟ بجيبها من بعيد. كل اللي طالباه الحاجه صباح طالبه حاجات بسيطه، طالبه ان السقف يتظبط معاها باقل تكلفه، حاجه تستر بيتها، وطالبه من حضراتكم وصله ميه، وطالبه ان هي بتمشي مسافات، بتقول انا بمشي مسافات. حاجه تانية زي ما حكت لحضراتكم بتقول ان هي عينيها محتاجه حد ان هو يعني يتكفل بيه، اي طبيب او اي دكتور او اي مركز بيشوفنا دلوقتي او طبيب بيشوفنا يقول انا متكفل بحاله الحاجه صباح. الحاجه صباح عينيها يعني لو بصت للشمس ما بتقدرش تفتح في عينيها، طول ما قاعده لازم هي بتضغط على اسنانها وعلى العصب عشان تقدر تشوف الشخص اللي قدامها. فتخيل ومع المأساة مع الحياة مع الوضع اللي شايفاه، أنا بقول لأصحاب القلوب الرحيمة ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ست طلباتها بسيطة، هي عايزة تعيش زي أي حد معايش. الكلام كتير لكن خلينا في مرحلة نحن ننفذ. رمضان فرصة للخيرات، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أول شرط لحضراتكم اللي بيسمع، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وربنا هيكتبنا لو جبرنا بخاطر الحجة صباح وعملنا لها العملية، سقفنا البيت مع وصلة المية، هناخد والله يحب المحسنين. عايزين يا شيخ أحمد تعليق أخير في نهاية الحلقة. تعليق أخير، تعالوا نقول زي ما الشيخ قال، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. معاك مليون، 10، 20، 30، في الآخر أنت هتسيبهم وهتروح، لكن لو عاوز تاخدهم معاك ممكن تاخدهم معاك بفعل الخير وافعلوا الخير كما قال الله عز وجل. الحاجة التانية اللي هو الذين ينفقون في السراء والضراء، نلاحظ يا أخوانا الناس كتيرة بتقول ما أصل وقت أزمة ومش هنعمل. ما هو القرآن ما سابش برضو كده، ما عشان إحنا ما بتدبرش القرآن قال سراء وإيه؟ هو أنت فاكر بس اللي أنت هتتصدق أيام الفرح؟ طب أيام الأزمات مين هتصدق؟ فواحد يقول لي طب أعمل إيه؟ اقسم اللقمة نصين يا راجل، يا هو ده معقول؟ آه طبعا. الأشعريين كانوا إذا أرملوا في الغزو، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كده عن قوم أبي موسى الأشعري، أول ما يكون عندهم الدنيا بقى ضيقة وبتاع وما إلى ذلك يقولوا إيه؟ مش كل واحد يقول يلا في حالي، أمال نعمل إيه؟ بقول لك يا فلان يا البيت الفلاني، نعم عندك إيه؟ والله ده عندي لقمتين وبتاع حدسه ويحطوه، وأنت أتمي هنا 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 هنا، وكلنا نشترك في إيه؟ لأن السفينة واحدة، وإلا لو كل واحد قال الله أنا ماليش دعوة البيت اللي السفينة هتغرق، وكلنا في قلب السفينة، احنا في مجتمع واحد ومجتمعنا هو السفينة، مش هينفع نسيب أهالينا بالطريقة دي. يا أستاذ دعاء، هندعو إلى الله عز وجل بكل صدق وإخلاص، وندعو إلى الله عز وجل لمساعدة الفقراء والمساكين، والله لا نبتغي الأجر إلا من الله تبارك وتعالى، كل ده عشان لما ربنا يسألنا عملته إيه، والله يا رب والله ونحن ندل على ذلك، والله وأنت تعلم صدق نيتنا أننا لا نريد إلا الخير للناس ولأهلينا الطيبين. نسأل الله عز وجل أن نكون عونا لهم، ونسأل الله أن تعيننا جميعا على فعل الخير، ونسأل الله عز وجل كما دعاه النبي، اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. لا إله إلا الله. بشكرك جدا يا شيخ أحمد في نهاية الحلقة، بشكر كل مشاهدينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.